نعم. كيلا، انت سمعتي عن فاينل افريقيا السوكر تيم ولا؟ Did you hear that there is a oh yeah they play soccer final after. نعم حاليا حيكون في ماتش بين الاهلي والزمالك قريبا. Would you watch the match؟ هتشوفي الماتش يا كيلا ولا لا؟ Did you gonna see it؟ Oh yeah, I want to go, but they said they can't have fans, so I probably. أذهب وأشاهده، ولكن ربما سأشاهده من التلفزيون يعني. Go Ali. أكيد أنت عارفة إن كرة القدم هي الأشهر لعبة في مصر طبعا. مش زي أمريكا، باسكت بول في أمريكا. The most important thing here in Egypt, so it's not like America, like soccer is important. No, so like in America is. في أمريكا. Basketball. يعني الأهمية الأكبر هي الباسكت بول، ولكن هنا في مصر الفوتبول. نعم، ولكن في كل الأحوال أنا سعدت بانضمامي إلى النادي الأهلي. جانا يمكن يعني الكلام يعني مع كيلا. واضح ان هي دخلت مع الجمهور وشافت، حتى بتقول يعني دمي كله احمر والكلام ده. انت اكيد ورا الموضوع ده يعني، انت ليكي معاكي مع جمهور الاهلي في يعني ديالوج حلو جدا. فيعني الموضوع ده حصل ازاي؟ عرفتيها ازاي على الدنيا؟ هو جمهور الاهلي مش محتاج حد يعرف حد يعني، هو في كل حته يعني. هي زي ما هي بتقول، هي يا دوبك بجد ما كملتش حاجه وشافتهم وهم شافوها. وهو جمهور الاهلي جميل وبيقدر يوري الناس صحيح قد ايه ويرحب هو بيحب كويس ويرحب، وقد ايه ان هو بيحبهم، ان هو واقف في ظهرهم، ان هو عارف كل اللعيبه بتاعته في اي فرقه في اي حاجه، مهتم بكل حاجه. فهو لوحده يعني هو كيان، فالكيان ده يعني هو بيستوعب اي حد طبعا. صحيح طبعا. صحيح صحيح. وبيقدر يوري نفسه لاي حد، بيقدر يوري يعني قيمه النادي وقيمه الجمهور بتاعه في اي حته. طب خلينا نطلع لفاصل ونكمل كلامنا، عندنا كلام كتير لسه معاكم اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمات كره السله. فابقوا معانا.